مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفنا في حلقة جديدة من برنامج مرايتي. حلقتنا النهاردة هتكون عن الفن، وبالذات عن الفن المسرحي، لأنه هو يعتبر من أعظم الفنون ومن بداية الفنون. هنتكلم النهاردة عن حاجات كتير جدا، وهنتكلم عن ناس أو مع فنانين ما خدوش حقهم في الظهور الكامل بالنسبة للفن المسرحي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، امبارح كانت الذكرى السنوية لستة أكتوبر، الذكرى 47 لستة أكتوبر. بقول لمصر كل سنة وكل مصر طيبة وبخير وجيشها سالم وشعبها سالم. برحب بضيوف اللي منوريني النهاردة، الفرقة المسرحية تياترو كايرو. أهلا بك أستاذ داليا. أهلا بك أستاذ أيمن صلاح. أهلا بك أستاذ أحمد أيمن. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد عبد الله، منورنا. هنتكلم بقى النهاردة عن الفن المسرحي، وهو يعتبر من أعظم الفنون. أستاذ أيمن، كلمنا إزاي كحضرتك يعتبر اللي أسست الفريق، ايه اللي جاب في دماغك حاجه زي كده وقررت ان انت تاسس فريق تياترو كايرو؟ طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي الموهبه موجوده من زمان، الفكره موجوده من زمان. ابتدينا نتعرف على بعض عن طريق بعض فرق الهواء، واشتغلنا مع مخرجين كتير من المخرجين الهواء. ابتديت اجمع الفريق بتاعي، ابتديت اقول لهم يلا نعمل حاجه كويسه احسن بكتير قوي من اللي احنا كنا بنشوفه. عايز ارجع حاجه زي الفن القديم اللي احنا شفناه، الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، الفنان الكبير فؤاد المهندس. حبيت ان انا اعمل فكره جديده لمسرح الهواء، ان الناس كلها تشوفه والناس كلها ترجع تتفرج تاني. استاذه داليا، كان دورك ايه في الفريق؟ والله يعني يعتبر ان انا الام، يعني انا يعتبر مش ام لاولادي بس، انا يعتبر ان انا ام لحوالي 20 فرد. الكل طبعا بيقول يا ماما. في نفس التوقيت حابه قوي، يمكن احنا الفرقه الوحيده اللي على الوسط بالنسبه للهواء، العيله تسمى العيله، مفيش اي فرقه تانية تتسمى العيله. احنا كل اللي يدخل معانا ما بيرضاش ابدا يخرج خالص، بيحس ان هو دخل بيته التاني، يعني بيت اهله حاجه وده احنا البيت التاني ليه. رحبتي بالفكره اول ما استاذ ايمن عرضها عليكي ولا كنت معترضه؟ لا بصراحه، هي الموجوده يعني هي الموهبه اساسا موجوده عندي انا وايمن، ففوجئنا طبعا باولادنا، الموهبه برده موجوده عندهم، فاقنعني وقال لي نعمل فرقه صغيره، ولو حب حد حابب يعني يبقى معانا اهلا وسهلا. قلت له خلاص ماشي وانا موافقاك. تمام. استاذ ايمن، بقالكم قد ايه يعتبر؟ بقالنا دلوقتي حوالي 4 سنين. 4 سنين ما شاء الله. اشتغلنا شغل كتير جدا، في اعمال اتصورت وفي اعمال للاسف ما اتصورتش، بس هيبقى في فرص جايه كتير ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد ايمن، قول لي بقى ايه اللي خلاك تنضم لمجال التمثيل المسرحي؟ ليه ما فكرتش مثلا سينما تي في؟ لا، هو اولا المعروف ان المسرح ابو الفنون، ده اولا. ثانيا انا دخلت مجال المسرح عشان انا حابه. دارس ومسرح ولا هوايه برضو؟ لا هوايه. تمام. فمعروف طبعا ان السبب اللي انا خلاني احب المسرح ان احساس جميل لما حضرتك مثلا تقفي على مسرح والتسقيف للناس من الجمهور، ده بيبقى احساس رائع جدا. اكيد طبعا. هو في البدايه بيبقى توتر بس بعد كده بيبقى احساس جميل جدا، ده بيبقى بيخليني احب المسرح جدا. استاذ احمد عبد الله، قول لي بقى انت ازاي انضميت للفريق، وهل انت برضو واخد التمثيل كهوايه ولا دارس؟ هو انا في الاول معايا كانت هوايه، بدات ان انا ادرس انا مع نفسي، مش يعني فاهم، مش اكاديمي. عرفت الفريق من فرق هواية، كنا بنشتغل بره واتجمعنا مع بعض وعملنا الفرقه دي. استاذ ايمن كون الفريق بتاعنا بتاع تياترو كايرو. تمام. من اول ما الفرقه بدات انت معاهم ولا لسه منضم لهم جديد؟ لا، من اول ما الفرقه بدات. ما شاء الله. طيب كلمونا بقى، انتوا كفريق متكامل ازاي بتبداوا تنسقوا؟ يعني اول ما بيتعرض عليكم او اول ما السيناريو بتاع المسرحيه بيجي لكم، ازاي بتبدا يا استاذ ايمن تختار الادوار؟ بالنسبه لي بختار الاول الموضوع اللي انا هشتغل عليه، ببتدي اجمع الفريق كله، ايه رايكم يا جماعه في الموضوع ده؟ عايزين نعمله، اتفقنا عليه. ببتدي اميز كل واحد على حسب الشخصيه او الكاركتر اللي هيلعب عليه، بحيث ان ما ينفعش مثلا دور راجل مسن هديه لاحمد ايمن مثلا وهو شاب صغير. لا، بيبقى في تنسيق للادوار، شخصيات على حسب الكاركتر اللي هتقدر تقوم بيه. وفي الاخر بعد ما بوزع الادوار ببتدي اعمل بروفات بتاعتي الاولانيه، بروفات القرايه بتاخد معايا وقت طويل جدا،
وبعد كده بروفات الحركه وبعد كده بنشتغل. طيب بتبدا بقى يعني حسب انت قلت لي كل ممثل ده بالنسبه لو الممثل سنه مثلا محتاج سن كبير لازم تجيب سن كبير، لو سنه صغير هكذا. أكيد. بالنسبه بقى الشخصيه نفسها هل بيعرفوا وانتم بتتدربوا يسيطروا على الشخصيه بتاعتهم ويبداوا يتقمصوا شخصيه الدور، ولا الموضوع ده بتلاقيه فيه صعوبه؟ لا هو ما فيهوش صعوبه لان الولاد حابه الموضوع، وطالما انا حابب الموضوع فببتدي اشتغل عليه كويس قوي. بمعنى الشخصيه مثلا ممكن تكون شخصيه شاب طايش، بيبتدي الشاب ده ياخد الشخصيه يدرسها ويحس بيها بحيث ان هو يبقى تقريبا لبس الشخصيه دي، بمعنى ان هو بيتحرك بيها، بيتكلم بطريقتها، بيأدي ادائها، عشان لما بيطلع يقف على خشبه المسرح يبقى خلاص هي دي الشخصيه اللي هو عملها. قولي بقى يا استاذه ليا، انت بتمثلي معاهم ولا انت بس يعني زي ما بتقولي كده محتويه الفريق كله؟ هو كان الاول احتواء، بعد كده لما طلعت على المسرح اول مره فوجئت ان في مخرجين بيتفرجوا على العرض بيقولوا انت طلعتي على المسرح قبل كده، لان انت تخطيتي حوالي 70% من الوقفه على المسرح. الرهبه بالظبط. فقلت لهم لا انا بحبه، انا بحب التمثيل عموما. فايمن قال لي خلاص ما دام كده يبقى حضرتك تاخدي انت الادوار، ممكن جدا توزيع الادوار، انا هختار وبعد كده تشوفي اذا كنت هتقدري ان انت تكملي، يا اما هتبقي ماسكه الاداره بس يا اما في التمثيل. فقلت له والله لو انت حابب ان انا همثل معاكو مفيش مشكله، لو مش حابب خلاص. قال لي لا. مثلتي كام مسرحيه معاهم؟ انا عملت ثلاث مسرحيات. ثلاث مسرحيات. تمام. استاذ احمد ايمن قول لي بقى ايه اصعب مشهد انت مثلته لغايه دلوقتي لسه فاكره في اي مسرحيه؟ هو اصعب مشهد عملته كان للولد، كان اهله كلهم طاردينه، اللي هو والده ووالدته منفصلين. تمام. فابنهم راح في الوباء. هو دي كانت مسرحيه مش لتياترو كايرو، دي كنا فريق مع احد المخرجين وكان اسمها طلقه في قلب الوطن. كان الدور بتاع احمد كان دور مركب شويه، صعب قوي لدرجه ان الناس وهي بتتفرج على المسرحيه كانت بتبكي فعلا. الولد اللي هو اللي بيتوه في قضيه الطلاق الاب، دي اكبر مشكله. بالظبط بالظبط. وهي يمكن كانت المسرحيه دي بترمي على الموضوع ده تحديدا، ان الطلاق ده هو المشكله الرئيسيه اللي وصلت الشاب ده لكده، ان هو راح يفجر نفسه في الاخر. ولما بيتحقق معاه بيقول لهم انا لما رحت لوالدي لقيته متجوز واحده تانية، رحت لوالدتي لقيتها متجوزه واحد تاني، انا ضعت مش عارف اعمل ايه. انا برضو حابه انوه ان اي حد حابب يتفرج على المسرحيات انا فعلا بصيت عليها حياه في منتهى الروعه، واكيد هتعجبكم عن طريق البيج اللي معانا ظاهر معانا او عن طريق قناه اليوتيوب. نرجع لكم تاني، خليني بقى اتكلم معاك شويه استاذ احمد عبد الله. قول لي ايه يعني احلى مشهد انت مثلته ولغايه دلوقتي لسه فاكره؟ هو احسن مشهد بالنسبه لي هو ما كانش مع تياترو كايرو، كان مع فريق بتاعنا تاني. كان بلعب دور الشهيد عبد الرحمن، ده ولد من المنصورة كان في الجيش وكده. هي دي، هو كعبد الرحمن هو شخص حقيقي، لكن كدراما احنا عملناها بعد كده ده شغل المخرج. هو المفروض انه خد طلقة وجه على نفسه قام موت عدد من التكفيرين، قام التفجيرات وكده، وبعدين خد طلقة في دماغه واستشهد. احنا عالجنا الموضوع ده بعد كده بشغل درامي. فده كان اصعب مشهد، ان انت تبقى واقف عارف ان انت بتسلم على اهلك ورايح الجيش، وبعدين بيجي لاهلك خبر وفاتك او خبر استشهادك، وانت جوه بقى في الكواليس بتتكفن وبتتشال وبتخش جوه المسرح وبتتحط قدام المسرح وبتسمع صوت ابوك وهو بيعيط وصوت امك. ده كان بيكون اصعب مشهد على الواحد وهو في الحاله ذات نفسها. اكيد اصعب مشهد، وللاسف لغايه دلوقتي لسه بنعيش برضو جزء من حاجه زي كده بسبب عدم الامان. ربنا يحمي مصر ويحفظها دايما، امين يا رب العالمين. ارجع لك تاني استاذ ايمن، قول لي بقى الصعوبات اللي واجهتكم كفريق. لا هي الصعوبات كتيره جدا كفرق. هو صعوباتي اولا في ان انا عايز اوصل نفسي للجمهور، فدي بتبقى الدعايه خاصه بيا. كل واحد من المجموعه او من الفريق بيبتدي يعرف الناس ان انا في الفريق الفلاني، العرض بتاعنا يوم كذا. الدعايه بتاعتنا بتبقى صعبه شويه عشان مش معروفين. الحجز بتاع المسرح صعب شويه. طبعا احنا كل ده بنعمله ايدينا في ايدين بعض زي ما بيقولوا، اللي هو اللي بيسموه انتاج ذاتي.
النص لما بيروح الرقابة بياخد وقت طويل جدا عشان يخلص. المفروض ان انا ليا عشان تاخدوا عليه الموافقه قبل ما تطلعوا. طبعا انا ما طبيعي ان انا ما بعرضش غير واكون واخد موافقه من الرقابه. الرقابه بتاخد وقت طويل جدا، ممكن يعدي الشهرين وانا اكون مثلا حاجز للمسرح في فتره قريبه. دي من اكبر الصعوبات اللي تقابلني. عملتوا كام مسرحيه لغايه دلوقتي؟ لا كتير كتير، احنا عاملين حوالي 10 مسرحيات منهم 4 نازلين على اليوتيوب، ومنهم الباقي هبتدي اعيد تصويره تاني عشان الناس كلها تستمتع بيه وتتفرج عليه. اكيد باذن الله. واحنا نستنى كمان، استنى بقى منكم دعوه ان انا اجي اتفرج عليكم. قريب جدا ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب قول لي بقى، او قولوا لي عامه كلكم كروح الفريق، اما بيحصل لكم اي مشكله او اي ضغط ازاي بتتصرفوا فيها؟ يعني هي روح الفريق زي ما انت قلتيها، احنا ما بنتعاملش يعني في ناس انتوا شغالين تمام والمسرحيات شغاله، بتلاقي اما الدنيا مثلا ممكن بعض الناس مش عارفه دول اكيد منضمين ولا لا، اما بيلاقوا الدنيا بدات تهدى شويه بيقول لك مثلا بنعتذر احنا هنسيب المكان. هل حصل معاك حاجه زي كده؟ كتير كتير. لا كتير كتير، هو الموضوع بيبقى بيحس ان هو ابتدى يمل. لا، واللي عايز يشتغل مسرح ما يملش، اللي عايز يشتغل مسرح بيجي على حاجات تانية كتير جدا في حياته حتى الشخصيه عشان يشتغل مسرح. بمعنى وقت بروفاته ده بيضيع من وقته الشخصي، المجهود اللي بيعمله عشان يطلع الشغل كويس، كل دي هو بقى بيحس ان ايه، انا ماليش دور في العرض ده فانا مش معاكم. بس ساعتها احنا كفريق متكامل الحمد لله وبنزيد يوم عن يوم، بنبتدي نعيد الصياغه بتاعت الموضوع تاني. طب احنا هنعدل في الدور ده، هنعدل في المشهد ده، وبيعدي الحمد لله. استاذه داليا، هل فكرتوا قبل كده ان انتوا مثلا تعملوا مسرحيه من بتوع ايام زمان، دي من اعظم المسرحيات، وهل لقيتوا رد فعل من الجمهور فعلا حب المسرحيه من الاشخاص اللي بيمثلوها؟ لان انت عارفه اي حاجه مسرحيه او فيلم او اي حاجه الناس بتبقى متطبعه بالممثل نفسه اللي بيمثلها. طبعا اكيد. هل انتوا جربتوا حاجه زي كده؟ والله احنا في كذا مسرحيه كنت عارضه الموضوع طبعا على استاذ ايمن، ان المسرحيات القديمه ديت زي مدرسه المشاغبين، زي العيال كبرت، زي مسرحيات سيدتي الجميله، المسرحيات دي هو الاشخاص موجودين، لكن طبعا لازم الورق هيتعمل بحذافيره، لان انا طبعا ما اقدرش اغير في اي حاجه بالنسبه للمسرحيه. في ناس كتير جدا عرضت عليهم الموضوع ديت، لانهم بعد ما شافوا المسرحيات بتاعتنا كوميدي، لان احنا اكتريه مسرحياتنا كوميدي بحت، مش عايزه بقى حد يدخل هيعيط شويه بس يخرج مبسوط، يخرج يا جماعه انا عايز اتفرج على المسرحيه دي تاني، هو ده اللي انا عايزاه. حتى لو حد عندي واخد دور صغير جدا، لازم اللي تحت في المسرح يقول اللي عمل الدور الصغير ديت ابهرني، مش لازم يكون واخد دور بطوله. يعني ناويين تعملوا حاجه زي كده في المستقبل؟ ان شاء الله، بامر الله ان شاء الله. قررتوا انهي مسرحيه بقى؟ انا هقول لك حاجه، انا بتمنى تبقى مفاجاه بس على حسب ما سمعت. انا لسه يعني الموضوع قيد الدراسه بالنسبه لي، انما لازم اخد موافقات صريحه من الناس اللي كتبوا والناس اللي اخرجوا العمل الكبير ده عشان انا اعمله بطريقه ثانيه جديده وهو يوافق. الموضوع ده انا بامر الله يعني هحاول بامر الله في الفتره الجايه هعملها، وربنا ييسر بامر الله ويوفقنا باذن الله. ان شاء الله. قولي بقى بالنسبه للاستاذ احمد، واستاذ احمد نفسكم في ايه؟ يعني بعد ما بداتوا بقى لكم 4 سنين او اكتر من 4 سنين شغالين في المسرح، نفسكم في ايه بعد كده؟ يعني ان الجمهور بتاعك ان هو يبقى عارفه كمان، مثلا عندنا عرض مش عارف ايه، فنلاقي الجمهور جاي اللي هو مستني العرض بتاعك، اللي هو ما تبقاش انت بتتعب في التسويق لكل عرض علشان الجمهور. نفسنا اللي هو جمهور المسرح تاني يرجع لكل طوائف المسرح، مش لفئه معينه بس من المسرح، مش لفئه معينه. يعني عرض مثلا كبير او معمول عرض قديم او عرض مثلا من الادب العالمي، يعني نفسكم تاخدوا حقكم زي ما بيقولوا كده، زي ما في ناس كتير او مواهب كتير فعلا خدت حقها عشان في حد اداها الفرصه لحاجه زي كده. بالظبط الحقيقه. هي يمكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي احنا بنتعب عشان نلاقي الموضوع ده. يعني ما فكرناش في يوم من الايام ان احنا نجري في اتجاه معين عشان نوصل لمكانه معينه، لا احنا بنتعب وبنعمل مجهودنا ده عشان نوصل للناس او نوصل لقلوب الناس زي ما بيقولوا. فدي بامر الله انا بتمناها، ان احنا الناس تستنى عرض لتياترو كايرو عشان يروحوا له مكان ما هو موجود. طب في خطوات بداتوا تاخدوها؟ يعني انتوا الى حد ما، على ما انا دخلت بصيت على الفيديو على اليوتيوب، في ناس برضو بقت تجي لكم بالاسم ان هي عايزه تتفرج عليكم، تمام، فاثبتوا نجاح كويس الى حد ما في الفتره دي.
ايه الخطوات بقى اللي انتوا هتبداوا تاخدوها؟ يعني هتشتغلوا اكتر على الدعايه؟ هتشتغلوا على ايه؟ اه طبعا هشتغل على الدعايه وهشتغل اكتر على اعمال هادفه. يعني انا حاليا ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه دي بجهز لعمل مسرحي جديد اسمه حسنين ونعيمه، مش حسن ونعيمه، لا حسنين ونعيمه. ده تاليف المؤلف الكبير الاستاذ ايمن العوضي. هو الفيلم او المسرحيه بفكره مبسطه، هو المفروض ان انا ما احرقهاش بس هحرقها عشان طبعا البرنامج هنا يبقى لينا احنا الحصر في حاجه. اه طبعا ده شرف ليا، شرف لينا. الفكره ان هو منتج وعايز يعمل فيلم بسرعه عشان يكسب منه فلوس وخلاص، فبيجيب مجموعه من النجوم يعمل بيهم الفيلم، والفيلم بعد لما بيخلص بيحصل مفارقه في الاخر، مش هحرقها طبعا عشان العرض. بس هو بيعمل ايه؟ فيلم حسن ونعيمه بطريقه تانية. تمام. فسماه حسنين ونعيمه عشان الناس قال يعني تخش تتفرج على الفيلم. المفروض العرض ده هيتعمل بعد قد ايه؟ بامر الله في خلال من شهر ونص لشهرين يكون على خشبه المسرح ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق باذن الله. احنا في بروفاته حاليا. باذن الله يكون تكون مسرحيه تنجح وتسمع ان شاء الله باذن الله. باذن الله. باذن الله. طيب كلموني بقى، هل انتوا فاتحين باب مثلا لو حد حابب مواهب حابين يشتركوا معاكي، وهل ده متاح في الفرقه ولا صعب حاليا؟ اكيد طبعا. لا انا ارحب باي موهبه عايزه تنضم، بس ليا شرط واحد، الالتزام في البروفات. هل لو ما حدش يعني دفن، هل لو جه حد عمل تيست وانت لقيته غير لائق بس هو نفسه يمثل بس هو ما بيعرفش يمثل، بتبدا تشتغل عليه وتحفزه وتعلمه اساسيات التمثيل ولا بتعتذر منه؟ لا ما بعتذرش لحد خالص، ما بحرجش حد خالص، حتى لو انا شايف ان هو مش ممثل نهائي ببتدي اعلمه واحده واحده، ببتدي اديله ادوار صغيره جدا يتحرك بيها بحيث ان هو ياخد الثقه في نفسه، وبعد كده عرض في التاني يبقى خد الثقه واشتغل. والحمد لله انا عندي كتير من الشباب الحمد لله كانوا اول مره يفكروا اصلا ان هم يمثلوا، والحمد لله النهارده لما بيقف على خشبه المسرح كانه ممثل محترف. هل بقى بالنسبه للتاليف، وهي دي يعتبر التاليف او كتابه السيناريو هي اساس المسرحيه، مين متولي عندكم الموضوع ده؟ لا هو طبعا بالنسبه للتاليف انا حاليا بتعامل مع الاستاذ ايمن العوضي زي ما قلت لحضرتك. بالنسبه للعروض السابقه في مؤلفين، كل مؤلف بيجيب لي النص بتاعه بقراه احاول اعمل الاعداد الجديد، انما مش انا اللي بالف او مش حد من الفريق اللي بيالف. يعني هو يمكن عرض واحد اللي انا عملت تاليف كان اسمه عفريتة مراتي. لا كده هتزعل منك وهي جنبك. لا ما هي حضرتك كانت العفريته في العرض. انا العفريته. كنت انت اللي مثلتش الدور ده؟ كنت انا العفريته. ممكن انت اللي تحكي الموضوع بقى او القصه ممكن اه تحكي لنا عشان الرجاله كلهم عامه عندهم عوده مراتي. لا 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 ما هي عفريته مراتي وفعلا هي كانت عفريته ومراتي. اتفضلي. احكي يا استاذه داليا. الدور ده طبعا زوج وزوجه ومعاهم ثلاث اولاد. طبعا مشغوليات الدنيا اخذتها من ولادها، مش معاهم، مش متابعاهم. كانت خايفه طبعا على الزوج، كل اتجاهها كان للزوج، يسيبها يبص لواحده ثانيه. الكلام ده من هنا انا بنبه كل الزوجات المصريه عينك واستراتك يا امين استني شوف يا عملت فيه ايه. هو الحاله ان هي توفت، بعد ما توفت طلعت له هو زي فيلم يعتبر اسماعيل ياسين. ايوه بالظبط. طلعت له هو بس. طبعا بتحاول بقى تصلح الشيء اللي ما قدرتش تصلحه وهي عايشه، بس طبعا مش بايديها، بكلامه معاها او بكلامها هي ليه. خلي بالك من فلانه، خلي بالك من فلان، خلي بالك من الولاد. لا بس انا كنت عايزاكي بقى تطلعي تنصحيه يعني. لا ما كانتش نصيحه. ما هو ما كنتش بنصح بس نصيحة. انا كنت بنصح وبعفرط في نفس الوقت يعني. ايوه كده يعني لازم. هو ما كان في بنات طبعا اجانب كانوا بيجوا له، طبعا كانت هي اللي بتبقى واقفه في النص. ازاي ليه ابن طبعا كان مسافر واتجوز واحده اجنبيه، كانت نصابه بس كانت حلوه. بنات بتيجي، في ولاد عم كان صعيده، كانوا هما الاثنين كانوا بيتفقوا مع بنت على الفيسبوك، بنت واحده ضحك، هما الاثنين ضحكت عليهم هما الاثنين. احسن يستاهل. ايوه. طبعا عفرتتهم وعفرتت ابنها اللي كان طبعا بيشرب مع اصحابه والكلام ديت ازاي، وبنتها رجعتيهم يعني للطريق الصحيح. للطريق الصحيح طبعا في الاخر خالص. يعني مفيش حد يقدر يعمل كده على فكره غير الست المصريه طبعا. احنا بس اللي نقدر نشوف على الطريق الصحيح فعلا. في اخر المسرحيه طبعا انا خلاص يعني عملت اللي انا
عملته وقلت له اللي هو اللي احنا عايزين نصلحه. في مونولوج في اخر المسرحيه بقول له ان ما ينفعش ان احنا برضو نسيب اولادنا، لازم نصاحبهم، لازم نعرف نلعب معاهم، نهزر معاهم، نخرج معاهم، نعرف اصحابهم بيروحوا وبيعملوا ايه، نخرج نقول لهم تعالوا نخرج سوا، نتفسح سوا، الكلام ده نهتم بيهم برضو. ويا ريتني كنت اهتميت بيهم زي ما كنت مهتميه بيك. فطبعا بيقول لهم ان امكم طبعا هي السبب في اللي حصل لكم والكلام ده. نهايه المسرحيه ان هو طبعا خلاص بنعمل بلاك، بعد كده هي كانت في الحمام وهو كان نايم، كان كل ده حلم طبعا. ان هي توفت. انا هدخل اتفرج على المسرحيه. أيوة. دي جميله، مسرحيه جميله فعلا. استاذ ايمن تحب تقول حاجه قبل ما نختم حلقتنا؟ انا والله اولا عايز اشكر حضرتك للاستضافه الجميله دي والقناه الجميله طبعاً. وعايز اشكر جمهورنا اللي هو قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. عايز اشكر كل واحد وواحده اشتغلوا معايا في الفريق بتاعي. عايز اقولهم اسم اسم ويا ريت اتمنى ان انا اقولهم يعني. من اول ايهاب صلاح، رشا صلاح، محمد عبد اللطيف، منى احمد، يا ريت تفكروني بالباقي. محمد ايمن، نور ايمن، سيف الدين ايهاب، صلاح الدين ايهاب، مين تاني؟ ايه محمد، اسلام ماكي، اسلام الغريب. يعني انا بشكرهم وبشكر فريق تياتر مصر بالكامل وبشكركم. تياترو كايرو. تياترو كايرو. بعتذر. بشكركم جدا على وجودكم معانا، وان شاء الله تكونوا من اكبر الفرق الموجوده في مصر. ان شاء الله، واتمنى ان انا اكون معاكي المره الجايه ان شاء الله. اللقاء يكون فيه مقاطع فيديو للشغل الجديد بتاعنا، وربنا ييسرها باذن الله. باذن الله. نورتونا فريق تياترو كايرو. ميرسي يا فندم. ميرسي يا فندم. كده تكون خلصت حلقتنا، استنونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج مرايتي.